اليوم سمعت وانه الشهريه نتاعنا الشهر الفبري اللي دايره باش تجيل البنوك باش تاخذ قروضات في تونس اللي معناها ممكن سنين الله ما وقعتش الحكايه دي باش نوصلوا نتسلفوا باش نخلصوا الشهري نتاع الخدامه والطيارات نتاعنا انولي 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 ونزيدوا في وسطنا على واحد يطز عينه بصبعه قاعدين ننوليو في الليبول نتاعنا ونتفرجوا والسواح والتور اوبيراتور هاربين علينا. النداء التونسي للي جي تي تي القاو حلول اخرى كو اللجوء للاضرابات. اللجوء للاضرابات راهو باش يضرنا والشركه هذه بكلها بخدمتها بالمضيفين بالمضيفات باللي بيلوت بالباكاريست بكلها باش نهزوا دبشنا ونمشيو نروحوا عن قريب. سفيان كان عندك سؤال فريمون في في في, في 20 ثانيه بس. هي تونسير من اولها كانوا ينهبوا فيها. معناها وكانت عندها من الشعب المهنيه القويين مبثوثين في كل بلاصه. صحيح. اليوم وينهم؟ الشعب لا الشعب مش كادر معناها بعضها معناها مازالوا ينشطوا. شكون الشعب؟ الشعب المهنيه لا 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 ماني تابعين التجمع القديم. أي. لا لا ما عادش نشوفهم كانوا هما كان بصراحه في تونس اللي كان قوي بالكدا هما النقابات نتاعنا اللي ننتخبوهم معناها كل نقابه اساسيه تخدم وتنشط وتجيب اما كنا نخدموا بطرق نجم نسميها وتقيمي حضاريه معناها بالبريافي وبالموفمون وبالنقاش وكذا تو ولات الامور تحسها منفلته يخرج لك ان بريافي دو كيف قلت لك نهار السبت لو بول نتاع نهار السبت اللي فات ماشي باش نخدم على روحي عيطوا لي البارح البول ما خرجش نجي نلقى كلاب وركاب معناها لي باساجي هاجمين على الريغولاسيون نتاعنا ويا كوموندون انا عندي فيزا باش يشوفها والاخر غدوه كان ما يلتحقش بباريس معناها باش يطردوا وبيتين في الواحد وكذا واحنا نحاولوا نقول لهم يا زملائنا يا الجي تي تي مش معقول راهو الناس من شداها كانهم اوتاج تو مجدودين نهزوهم في رحلات من غير سيرفيس من غير ما قهوه من غير ماء اموال وصفه وصلت الفكره سي حاتم غديره ونرجعوا للموضوع ان شاء الله وان شاء الله الامور تتحسن شويه في تونسير على كل احنا باش تتابعوها عن كثب اسمه زين الهربين بن علي على السلامه زين الهربين بن علي الو بسم الله الرحمن الرحيم طول أول مطنون عنده المطنات سيدي مولد مبارك ونهاركم زين العصيدة عملت فيها الياس جات مزايد لوز وأنا كما تعرفوا ما عادش يلزمني اللوز في العمر هذا أما أنتم اللي عمل فيكم على حكاية المظاهرات والضربات وصلت حتى للحبوسات يا أبو قلب وهذا عيب وحرام وماهوش تاعنا هاو الكبران متاع شمبري 12 في برج الرومي عامل ضرب جوع وهذا الشعار لا للاقصاء والمحسوبيه قال لك المرابيط الكل خرجوا كان جماعه الرومي ماهوش معقول وماهوش مقبول حتى لو كان جاوب باش يعاونوا على احداثك البلبله واقرار الانخرام والانفلات الامني تتبعوا كلهم باش يحرقوا ما قول لي عاد انتوما ما عادش خايفين عليهم الحرقه ها مدامك طلياني فراتيني باش يبعث لكم تجهيزات متطوره برشا لحمايه السواحل التونسيه ان شاء الله تلقاو شكون يعرف يستعملهم برا يا والله حوال ربي زاد نحب نعرج على البحث نتاع عماد طرابلسي تو انا من اهم المفاهيم اللي رسختها فيكم طيله 23 سنه هو مفهوم البحث يجيب بالله يقولوا لي الجاب البحث نتاع عماد قلت لكم راهو مظلوم من الاول الله غالب غلطوه يا اخي هو اش عمل حل جرد بريسينج يغسل فيها في الفلوس لا اكثر لا اقل المطنون عنده المطنات في الختام لا يفوتني ان اتطرق الى موضوع رفع منع الجولان يا سيدي مبروك عليكم والله احسدكم انا هوني انفسلا من الصاله للكوجينه ومن الكوجينه للصاله ان شاء الله العاقبه ليا يرفع ليا المنع الجولان بتاع وزني هذايا الواحد يخرج حتى يقف مع ولاد الحومه ينبر شويه كان لازم نقعد شويه في القهوه فهمتي نعمل صوره مع الجمل وقل اعملوا فسير الله عملكم رسول المؤمنون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان يرفع عليك منع التجول ترسلك في الحبس زين الهربيني اللي غادي خير تقعد في منع التجول خير. شكرا لكم على متابعتنا اليوم حوار مهم على ناس ما قعدوا معنا باش نحكيوا على لجنه تقصي الحقائق اليوم في السهر.